مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف ما كتشبعوا معنا في هذه اللحظات بالضبط من وسط العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه، الدار اللي كانت مهدده بالانهيار وكانت تقدر تطيح في اي لحظه، وقفوها غير بالحواجز يعني بالاعمده، اعتذر بالاعمده الحديديه. السلطات دخلات ودارت الحواجز الحديديه باش الناس ما يقربوش، يعني راكم كيف ما كتعرفوا منزل ومهدد بالانهيار وسط المدينه في مكان اللي كيعرف حركيه كبيره، تقدر توقع كارثه في اي لحظه، تقدر توقع كارثه في اي لحظه. وطبعا الحال هادشي حنا اللي ما غاديش نبغيو، ما نبغيوش شي واحد يتاذى، ما نبغيوش شي واحد يتصاب. وهادشي مشاهدينا اللي كتبعوا معنا، هذا التدخل ديال السلطات ومسؤولي المنطقه خوفا على سلامه المواطنين من اجل السلامه ديالهم. اختارت السلطات انها تدير هذه الحواجز الحديديه باش ما يقربوش لهذا المكان، ولكن حنا ماشي مشكل، حنا نقولوا اوكي السلطات دخلات ودارت حواجز حديديه، ولكن واش هاد الحواجز الحديديه كافيه انها تحمي المواطنين؟ واش هاد الحواجز الحديديه او الاعمده الحديديه اللي كاينه واش كافيه انها تخلي انها الدار الا شي نهار لا قدر الله طاحت ما يتاذى فيها الناس ولا ما يتاذى حتى شي واحد؟ واش هاد الحواجز الحديديه هي الحل؟ حنا راه في مشكل كبير، حنا راه في مشكل ما غاديش يحلوا حواجز ولا اعمده ديال الحديد، حنا راه في مشكل ما غاديش يحلوا هاد لي باريير اللي تبناو باش زعما الراجلين ما يدوزوش من هاد التروطوار. حنا راه في مشكل اللي خاصو حل جذري، وماشي غير في هاد المنطقه، في العديد من المناطق، وكاين بعض المناطق المنسيه في العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه، من بينها حي محمديه وبالضبط درب مولاي شريف، درب غلف، كاريان الرحامنة، الناس في البرنوصي، دوار بيه، العديد من المناطق اللي فيها منازل وبيوت مهدده بالانهيار. شي بلا ما نهضروا على دور الصفيح اللي حتى هي مشكل كبير. يعني هنا فاش كنجيو كنتكلموا على واحد المشكل اللي ما غاديش نقدر ان نحلوه الا جينا ودرنا الاعمده الحديديه. دابا بالله عليكم واش هذه الاعمده الحديديه اللي دايرينها باش تشد لي بالكون باش انهم يريبوش، واش كافيه على انها تشد الدار الا شي نهار كانت غادي تطيح؟ ماشي مشكل، خليو الاعمده الحديديه بوحدهم، نشوفوا هاد الحواجز ها هما اللي داروا الجماعه ولا المسؤولين ولا السلطات اللي حطوهم خوفا على سلامه الراجلين والمواطنين بصفه عامه، واش هادو كافيين؟ الا طاح الدار ما غيتاذى حتى شي واحد، على دابا هاد السيد ها هو دابا اللي غادي، الا طاحت الدار الله يستر ما غاديش توصل حتى لتما، ما توصلش حتى الشارع. والغريب في الامر انه هاد الشارع كيعرف حركيه كبيره، كيكون فيه الضغط، كيكون فيه يعني لومبوتياج على طيارات النار خصوصا في اوقات الذروه، يعني الله يستر الا شي نهار طاحت هاد الدار هادي فراه غادي يتاذى وغادي تصابوا الناس بزاف. هادشي بلا ما نتكلموا على خسائر بشريه، لانه ملي كتكون خسائر ملي كنتكلموش على خسائر ماديه، لانه ملي كيكونوا خسائر بشريه فكيتلغى كل ما هو مادي، كنبداو نشوفوا يعني البشر اهم من الماده ومن المال ومن السيارات ومن المرافق العموميه اللي غتهرس ولا اللي غادي تضيع. الحلول ماشي هكا، هذه سياسه ترقيعيه، هذه السياسه ديال الترقيع، سياسه ديال ديباني، سياسه ديال حط هذه بما صوب الله. الله شريف اسمح لي، انت كمسؤول كمنتخب صوتوا عليك ناس ومواطنين وضعوا فيك الثقه باش يشوفوا التغيير، باش يشوفوا الافضل، باش يشوفوا الاحسن. ما يجيش الانسان ويكذب ويزوق راه نديروا حواجز حديديه باش نحميو سلامه المواطنين. اين هي سلامه المواطنين؟ على المواطنين انت راه حبستي عليه حقه، تروطوار حبستي عليه، وفين غيمشي؟ غيمشي للشارع، والشارع اش غيوقع عليه؟ غضربوا طوموبيل. واين هي سلامه المواطن؟ اين هي سلامه المواطن؟ ما نضربوش الشمس بالغربال. الحقيقة واضحة وباينة، المشكل الرئيسي في البيت المهدد بالانهيار والمنزل المهدد بالانهيار اللي كتكون من ثلاثة ديال الطوابق، خصو يبدا يريب بشكل تدريجي. كاينين شركات كثيرة، كاين شباب داروا وأسسوا شركات، نقدروا نسينيو مع أي شركة ونتعاقدوا معها لأنها تكلف على الأقل غير بهذا البيت هذا تهدمه،
فواتور غتجيب ليا لي مانوفر وغادي يبداو يهدموا فيه شويه بشويه، على الاقل ينقصوا الضرر. الا قدروا يحيدوا لك واحد جوج ديال 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 لي زيطاج راه غينقصوا عليك الضرر. ها انت فين سلامه المواطنين؟ شو راجل كبير ما قال حتى يزيد، واو غادي من الشارع من الشانطي يدوز غير واحد السكران غيضربوا، اين هي سلامه المواطنين؟ هذه هي ديال المثل المغربي ديال شتي شوف البرده وخليتو الحمار. حاشاكم انت جيتي درتو الحوايج تحت على الترطوار وكان نسيتو ان لي بيتون راه غيدوزو من الشارع، السيارات والدراجات الناريه ديال بلاصتهم. يلا بالله عليكم، هما جوج ديال العيالات غاديين دابا هادو، واش سلامتهم ماشي في خطر؟ اخطر بكثير من هاد من 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 هاد الطريقه ديال اللي كانت. فلهذا كنتمنوا ان الرساله تكون واضحه وتوصل للمسؤولين ويكون التغيير والحل الجذري، ماشي سياسه ترقيع. لان يعني سياسه الترقيع راه ما صالحاش، راه التفكير في مصلحه المواطن او سلامه المواطن فعلا خاصه تكون وهي من الاولويات واجباريه، ولكن راه خاص تكون ولكن بحكمه. ماشي انا نجي نحبس التروطوار حيت كاين عندي دار غطيح في اي لحظه، ولكن هاد التروطوار ملي حبستو الناس لي بيطون ملي غيمشيو غيمشيو ليا من الشارع، ونسيت انا راه تقدر تضرب الطوموبيل ولا طوبيس ولا طاوله ولا موطور. فخاص التفكير ويكون النظريه الونغ تيرم، ماشي حد رجلينا صافي انا نسدها هادي غير باش ما تريبش الضريب يتوعد شي واحد وطيح عليه شي حجره، هي ولي غتضرب الطوموبيل في الطريق. فلهذا كنتمنى المشاهدين الرساله تكون واصله والمسؤولين يفكروا في مثل هاد الامور، فمصلحه ومسؤوليه المواطن في العاتق ديالهم.